رجعت لكم بعد الفاصل. كل اللي عملته اني انا ضربت الجمبري في الكبه. بصوا بقى هنعمل ايه. انا عندي صفار بيضه هحطها بس عشان تربطوا في بعض. معلقه المستردة دي اختياري، انا بحب ادخلها في اي حاجه بصراحه، بتدي طعم حلو. وهحط معلقه مستردة. هو الجمبري طبعا متبل، بس انا هزود رشه ملح ورشه كمون علشان هحط دقيق رز وهحط بقسماط وهحط دقيق، فيبقى كده احنا محتاجين نزود الملح شويه علشان ما تطلعش دلعه، ورشه كمون. وهقلب كده مع المستردة. يبقى احنا عملنا ايه؟ هفكركم احنا عملنا ايه. احنا جبنا بصلة مقطعة مكعبات، وجزرة مقطعة مكعبات طرنشات، وجبنا كام عود كرفس، وفص ثوم مقطعاه نصين، وشوحناهم في زبدة ومستكة وحبهان، ورحنا سيبنا المية تغلي، حطينا عليهم مية سخنة، غليت 5 دقايق يعني، غليت شوية، حطينا الجمبري غلي 5 دقايق، صفيناه وخدناه عملنا بيه ايه؟ فرمناه. دلوقتي هحط ده ربع كوباية كزبرة وربع كوباية شبت. نسيب حبة كده يمكن نحتاجهم في الزواج، وهقلبهم. وعندي ثوم مفروم اللي انا دقيته في الهون في اول الحلقة، هحطه هقلبه معاهم. وهحط بقى معاهم ايه؟ قلنا معلقتين دقيق رز، معلقه دقيق عادي، معلقه بقسماط، وهلخبط بقى كل الحاجات دي مع بعض. المفروض دي بقى بتتساب لو احنا عاملينها يعني في البيت كده وبراحتنا، بنسيبها في التلاجة شوية. انا هحط حبة مستردة كمان، يدوها كده عنصر ربط وطعم جميل. وهقلب، مش عايزة احط ايدي غير في الاخر بقى، يعني ازروت نفسي في الاخر. انا مسخنة الزيت، اوطي عليه بس لحد ما ابدأ اعمل شوية. هكسر بقى هنا البيض، كسرنا واحدة هنا والتانية هنا عشان نتأكد بس منها. وطالما حطينا بيض برضو لازم نحط رشة أي حاجة تطير الزفارة عشان التحمير. أنا هطفي على الزيت عشان سخن لحد ما أخلص وأولع عليه تاني، بس كده أنا بقى جهزت نفسي. ممكن نحط، إحنا حاطين إيه منكهات؟ حاطين كمون، يبقى نحط رشة كمون على البيض. وشوكة بقى ونضرب البيض. وعادي بقى مراحل أي بني عادية، دقيق بيض بقسماط. بس أنا مش هغلط واعمل كل الكفته، هشيل حبه منهم عشان احنا عايزين نحط شويه كور كده في شوربه الشوربه اللي عملناها بميه سلق الجمبري. بصوا بقى الكفته دي ميزتها ان احنا بنعملها ايه؟ زي ما احنا عايزين، عايزين نعملها صوابع نعملها، عايزين نعملها اقراص، يعني هي حلاوتها ان هي حاجه كده بيتوتي قوي، ملهاش شكل منمق قوي، يعني شكلها بيتوتي كده. هجيب طبق، هحط فين الدقيق الاول، وبعدين البيض، وبعدين البقسماط. اخد واحده تانية. هبططها وهعمل ايه؟ دقيق، بيض، بقسماط.
بتبقى احلى بقى لما بتتحط في التلاجة، يعني الخطوة دي ونحطها في التلاجة. بس طبعا احنا مستعجلين، فانا هوريكم الخطوات على طول، وان شاء الله ايه ما تفكش معايا باذن الله. ودي واحده كمان، افكركم بقى احنا عملنا ايه الشوربه ازاي. احنا خدنا الشوربه اللي سلقنا فيها الجمبري، وجبت معلقه دقيق، عملت رو كاني بعمل رول البشاميل، معلقه دقيق معاها معلقه زبده، شوحتهم بس مش جامد علشان مش عايزه الريحه تطغى بتاعت التحمير. وبعد ما حمرتهم رحت عامله ايه، رحت مدياهم شوربه سلق الجمبري وسبتهم يغلوا بيها، وزودت بس التوابل شويه علشان معلقه الدقيق اللي انا حطيتها، وبقت احلى شوربه. ممكن نقدمها شوربه ساده كده، بس انا بما اني النهارده عندي الكفته دي قلت احوش منها حبه، اعملهم كراريات صغيره واشوحهم كده في الزبده واروح حطهم في قلب الشوربه. يبقى انا عملت بالمكون صنفين، انما هي لو انا استفيد باي قشر جمبري عندي او باي ميه سلق جمبري اخدها اعمل بيها شوربه، اعمل بيها رز، لانها بتدي اضافه تانية خالص، يعني بتدي طعم تاني. كل مرة أدعك إن أنزل البقسماط اللي لزق في إيدي عشان أعرف أكور تاني. الدقيق برضو بيساعد على طبطتها كويس، يعني بيساعد على إن أعدل من شكلها. وبعدين البيض، وبعدين البقسماط، وناخد واحدة تانية. تصدقوا ريحتها كده حلوه جميله. اخبار الصيام بقى معاكم ايه؟ عارفين الواحد بيبقى حاسس ان هو عطشان جدا وجعان جدا، وانه ساعه المغرب هياكل كل حاجه. نيجي بقى ساعه المغرب عايزين نشرب عصير وخلاص، يعني حتى انا بحس ان رمضان بتاع الصيف حتى الشوربه ما بتتشربش قوي فيه زي العصاير، يعني لما ان احنا يكون وعصاير خفيفه فعلا اللي هي المشروبات الرمضانيه، بحس ان هي دي يعني الحاجه اللي الواحد بيبقى مستنيها ساعه الفطار. انا كده اهوت ممكن اعمل اتنين وابدا اولع على الزيت تاني. دي المبططه المدوره بقى اللي هي زي البيل، يكور كده زي البيل. هعملها برده، هعمل لكم كام واحده قبل ما نطلع الفصل واحنا شغالين، عشان طبعا ابقى اكملها بقى بعدين علشان ما تاخد وقت الكور المدوره ديت. بس هوريها لكم بتتعمل ازاي. بصوا بقى، انا بحب الزروطه بقى وحطت ايدي ولمس الاشياء، يعني بحس ان جمال الاكل في احساس ايدنا بيه، بحس ان هو بيحس بينا زي ما احنا بنحس بيه، زي ما انا بطبطب عليها كده وببططها وعايزاها يبقى شكلها جميل، هي ان شاء الله بقى هتطلع لي طعمها جميل عشان ما تكسفنيش. دي اكتر حاجة الواحد بيخاف منها ان الاكل يكسفه. انا هشطف ايدي او لا، انزل بس منها ده عشان خسارة، وهشطفها عشان اجي اولع الزيت. عارفين انا جربت اعملها بالجمبري وهو ني، لقيت الجمبري المستوي اطعم عكس كفتة الفراخ، يعني كفتة الفراخ بتبقى أحلى لما بتتعمل بالفراخ نية. الزيت هنا ما هوش زيت غزير قوي، يعني زيت بسيط لان هي اصلا حاجه مستويه. بصوا بقى على ما الزيت يسخن شويه هوريكم الكور الرفيعه بنعملها ازاي. باخد حبه كده وبكورهم كور بالمنظر ده،
لو قدرنا نصغرها عن كده يكون افضل. بعد ما بكورها بعمل ايه؟ بعملها كده في الدقيق. بتاخد الدقيق بتبقى رطبه شويه بسيبها، او لو ما عنديش وقت اسيبها واروح مثلا منديه ايدي كده بالميه، ده لو ما عنديش وقت اسيبها، وبروح عاملاها كده تاني فبتبقى رطبه قوي، اروح مرجعها في الدقيق تاني. ليه؟ ده هيعمل طبقه مقرمشه هنحمرها في زبده وفص مستكه، وساعه ما نيجي نقدم الشوربه يعني واحنا مخرجينها خلاص على السفره هنروح حاطين الكرات الكفته ديت فيها، هتبقى من بره مقرمشه ومن جوه طريه. كل ما اديناها طبقات دقيق، يعني احنا نعمل ايه؟ ندي طبقه نعملها ونجيب، ممكن عارفين انا بعمل ايه ساعات، بجيب بخاخ الميه ببقى عامله واحد مخصوص للمطبخ وابخها بيه، فالدقيق هتمتصه، اروح بعد كده مدحرجاها في دقيق تاني، والطاسه بقى فيها شويه زبده ومستكه ونروح محمرينها فيها ونحطها لحظه الاكل. بسم الله الرحمن الرحيم. هغسل ايدي بقى. انا هحمر دولت قدامكم تشوفوني وانا بحمرهم، بس هعمل الكور بقى امتى؟ في الفاصل، عشان ما اضيعش وقتكم بقى وبليو بياخد وقت كتير. انا ناويه بصراحه لكل اللي معايا هنا في الاستوديو علنيه ناويه لهم ان هم يقفوا يساعدوني فيها، لاني مش هقدر اخلصها لوحدي. بصوا بقى لونها اشقر وجميل ازاي، هي من جوه مستويه، مجرد ما هتاخد حراره الزيت الدقيق اللي فيها من جوه هيستوي ودقيق الرز، وهتبقى طعمه قوي. انا بقلبها عشان مش عايزاها تحمر قوي، يعني عايزاها تبقى ايه، يعني تبقى شقره كده، يعني لونها فاتح. انا بقى هبدا اطلعها وهسيبكم وهطلع فاصل صغير بقى، عشان انا عندي ماتش التكوير الكور ديت انا والفريق الجميل اللي معايا. استنوني عشان نكمل حلقتنا، انا دايما ايه مستنياكم.